قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الإيرادات اللازمة لإنجاز المشروعات وخطط التنمية. وأضاف شريف إسماعيل أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت تكليف الحكومة بتقديم الدعم لمنتدى الشباب العالمية المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن اجتماع الحكومة المقبل سيناقش بعض الإجراءات المتعلقة بزيادة الحيز العمراني لمدينة الأسكندرية بواقع 18,000 فدان وتطوير المحاور الخاصة بها واستكمال تطوير المناطق الخطرة، إلى جانب العمل على استعادة مدينة رشيد كمدينة أثرية خلال 3 سنوات. كما أشار إسماعيل إلى أن رئيس الجمهورية وجه خلال فعاليات المؤتمر بمشاركة الشباب في وضع وتنفيذ استراتيجية 2030، وأكد أنه تم تشكيل لجنة داخلية للنظر في كافة الشكاوى التي جمعها الشاب تحديدا ياسين الزغبي لإيجاد حلول لها.